امراه منوره معاك النهارده. منوره مع القناه كلها. يعني الكاس جميل وقيمته مش في قطعه الحديد، هي قيمته اكبر من كده بكتير، يعني قيمته كبيره وعظيمه وتاريخيه. صحيح بشكلها الجديد، كان في شكل قبل كده زمان، كان لسه كابتن عادل بيتكلم عن هذا الامر. لكن الاميره السمراء منوره قناه الاهلي. الفرحه حلوه اكيد، ويمكن الميزه انه الفرحه المره دي جايه كمان بعدها او بعد نهائي دوري الابطال توقف، وبعد التوقف عندنا ماتشات منتخب، ولكن انا بتكلم هنا عن النادي الاهلي ان هو ما عندناش حاجه لغايه يوم 25 ولا 26 6، لانه الحقيقه دايما من الاقاويل الغريبه اللي كانت دايما بتتقال ان النادي الاهلي ما بيعرفش يحتفل مثلا. لا، هي بتقال بشكل ايجابي مش بشكل سلبي، بمعنى ان كولر مثلا لما يطلع يقول اكتر من مره في مؤتمرات صحفيه وحتى في حوارات تلفزيونيه انه بمجرد الفوز باللقب الجمهور بيطالبه باللقب التالي على طول. فبعد الفوز باللقب رقم 12 في دوري ابطال افريقيا، الجمهور في الفندق او قدام الاستاد او يقول له 13 يا كولر، يعني امر مستغرب جدا. ما فيش مكان في العالم يا كابتن اسلام، في العالم جمهور بهذا الشكل. صحيح، انه بمجرد لحظات من الفوز ببطوله يفكر في المستقبل بشكل سريع جدا. فده بيتقال بشكل ايجابي، صحيح البعض ممكن ياخذه بشكل سلبي، لكن الحقيقه انه اكتر حافز للمستقبل هو ده. صحيح، وهتلاقي دايما لو انت راقبت او حللت تصريحات الكابتن محمود الخطيب دايما في كل هذه المناسبات الكبيره، انه يقول لك قفلنا الصفحه، نفتح الجديد، نفتح الجديده، الاهلي او جمهوره ما مش هيشبع. فكلمه عدم الشبع دي الناس ممكن تاخدها بشكل سلبي، لكن في الحقيقه هي اكتر امر ايجابي ومحمس للمستقبل. صحيح، عادي التوقف الدوري اللي حضرتك بتتكلم عليه ده، انا شايف ان هو فرصه ذهبيه للاحتفال. هذه البطوله وهذه الاميره السمراء تستحق الاحتفال وتستحق الاحتفاء، لانه انت امام بطوله كبيره خدتها من منافسين اقوياء، مشوار عظيم، ارقام قياسيه غير مسبوقه، وبالتالي مثل هذه المناسبات تستحق فعلا الاحتفال وتستحق وقت في الاحتفال. المناسبات اللي فاتت او البطولات اللي فاتت كانت دايما بيجي وراها ماتشات أو, او 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 مناسبات لسه رسميه، لكن المره دي انت عندك فرصه في توقف دولي ناس تحتفل. صحيح حتى لو نجوم الاهلي معظمهم راح منتخب مصر، لكن دي فرصه ذهبيه ان الجمهور يحتفل ببطوله افريقيا بشكل مختلف.